بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد وتقرير رياضي عن كل الأخبار الرياضية سواء مصرية أو عالمية. هبدأ مع حضراتكم بهذا الخبر. المستشار تركي آل الشيخ يعتذر عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي. أصدر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بيانا يعتذر فيه عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، وكان نص البيان كالتالي: على مدار شهور مضت شرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، وعلى مدار سنوات مضت كان النادي الأهلي وما زال وسيظل هو النادي الذي أحبه وأشجعه في مصر ودائما في وجداني. كنت حريصا أن تكون مصلحة هذا النادي العريق وجمهوره هي من أهم أولوياتي، وكنت أتابع كل همومه وطموحاته بقلبي وعقلي، إلا أن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحب الشديد للنادي الأهلي، وتم دائما تفسيرها بشكل خاطئ ويساء استخدامها بشكل كبير وغير مفهوم بالنسبة لي، وهو أمر أحزنني كثيرا. ومع ذلك لم أتأخر على النادي الأهلي رغم كل شيء، إلا أنني اليوم أجد نفسي مضطرا أن أعتذر عن رئاستي الشرفية للنادي الأهلي، داعيا المولى عز وجل أن يوفق هذا النادي العريق لإسعاد جمهوره العظيم. وهذا وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تأجيل انعقاد الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه أعضاء مجلس الإدارة على أن يتم عقد الجلسة في موعدها المقرر سلفا. ده كان كلام مهم جدا، ومجلس إدارة النادي الأهلي قرر أن يتم الاجتماع في الموعد اللي كان مقرره سلفا. نروح لخبر آخر، وقبل ما نخش فيها حابب أتكلم مع حضراتكم على موضوع المدير الفني للنادي الأهلي. النادي الأهلي بيتفاوض مع 6 مدربين وبيشوفوا بيدرس من هو الأصلح حسب سيستم النادي الأهلي، طريقة أداء النادي الأهلي وأسلوب النادي الأهلي، فأن يكون هو مديرا فنيا في المرحلة المقبلة. النادي الأهلي بيذهب إلى المدير الفني الأجنبي من أجل عدة أسباب. أولها هي فلسفة كرة القدم. نادي الأهلي في 111 سنة تعودنا منه أنه هو ترمومتر الكرة المصرية، يعني الأداء بتاع الكرة المصرية وتطورها بيأتي من النادي الأهلي. ليه؟ عشان النادي الأهلي دايما يأتي بالدراسة في بنود كرة القدم. كنت ذكرت لحضراتكم على مدار التاريخ النادي الأهلي جاب مستر هيديكوتي ودخل كرة جديدة وطرق جديدة، ومن قبل كان في بعض المدربين، ومن بعده فايسا والعديد والعديد وألان هاريس، ومرورا بمانويل جوزيه وكل هؤلاء المدربين الأكفاء اللي دخلوا لنا حاجات جديدة على الكرة المصرية. فالنادي الأهلي حينما يأتي بمدرب يأتي إليه ببنود، وما هي البنود؟ النادي الأهلي عنده سيستم، هذا السيستم ما بيتغيرش. النادي الأهلي عنده أنه هو هيلعب كرة هجومية وبيلعب على البطولات وحظ البطولات اللي بيخش فيها. بجيب مدرب أجنبي عشان يديني نقلة للأمام، يغير لي فلسفة، يديني نو هاو أو علم في كرة القدم وطريقة ممكن ما تبقاش موجودة عندي. ده معناه أبناء النادي الأهلي المصريين للعديد من الأسباب. على فكرة هذا الأمر مش موجود في النادي الأهلي فقط. لو بصينا لبرشلونة على مدار تاريخه، طبعا برشلونة بيذهب إلى أبناء النادي، ولكن لما بيجي ويجيب مدير فني أجنبي برضو بيجيب حد من أبناء برشلونة بيشتغلوا معاه. ليه؟ لأن برشلونة عنده سيستم مختلف عن الباقي عن الباقي. لو جينا كده شفنا تاتا مارتينو المدير الفني الأرجنتيني اللي حينما تولى المهمة مع نادي برشلونة كان ضمن أعضاء الجهاز الفني مدربين إسبان من برشلونة من نادي برشلونة، وغيره 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 ومن يسبقه على مدار التاريخ هذا النادي هتلاقوا نفس القصة. هو ده أمر النادي الأهلي. مستر كوتي نجح مع جهاز فني وجهاز معاون برضو من أبناء النادي الأهلي. مستر فايسا نفس الشيء، مستر ألان هاريس نفس الشيء، مستر مانويل جوزيه نفس الشيء، الناس اللي حققت مستر هولمان نفس القصة، تسوبل، كل المدربين الفنيين اللي جم في النادي الأهلي كان عندهم هذا الشأن وهذه الطريقة، اللي بيكون موجود معاك أحد المساعدين اللي موجودين معاك في الجهاز بيتم طبعا المساعدة للمدير الفني في كل السبل الممكنة عشان الفرقة تاخد البطولة. في طبيعة بتبقى مختلفة بينقلها المدرب المساعد. على فكرة احنا هنا في مصر او في بعض الاوقات بنفتكر المدرب المساعد ده مجرد ان هو بيحط قناع،
او لو شفنا المدرب هو اللي بيشتغل بايده في التمرين ده معناه ان المدير الفني ما بيعملش حاجه. دي برده حاجات خاطئه، الكلام ده مش موجود تمام. المدرب المساعد او المدرب العام، احنا هنا بنحب نقولها المدرب العام، احنا هنا بنحب ندي تايتلز، هو بره بيبقى اسيستنت كوتش، بيبقى له ادوار بالاتفاق مع الجهاز الفني، بيحدد كده الادوار، لان انت بيبقى عندك 25 لعيب موجودين في التمرين بيتم طبعا تقسيمه، لانك مش هينفع تدرب اكتر من 15 لعيب، المدرب مش هيقدر يدرب اكتر من كده، وفي ناس اصلا ما بتحبش تدرب اكتر من 8. فبيوزع الشغل على المديرين الفنيين او المدربين المساعدين اللي معاه، كل واحد عنده دور مهم في طبيعه اللعيب المصري، طبيعه الاجواء، الملاعب اللي انا هلعب عليها، طبيعه الارض، طبيعه الجمهور، طبيعه في حاجات كتير جدا، وفي طبيعه في الاسلام. احنا مثلا عندنا دلوقتي شهر رمضان، المدير الفني الاجنبي قد لا يكون يعلم طبعنا في الاسلام عامله ازاي، ففي مديرين فنيين ممكن ما تفهمش ان هو ايه، طب انا ينفع اخلي اللعيبه تفطر ولا تصوم، وهذا الكلام. هذا الامر اللي بيوصله مدرب المساعد او المدرب اللي بيبقى المدرب العام اللي موجود في الجهاز الفني، بيكون بينقل للمدير الفني الاجنبي او الخبير الاجنبي كل حاجه بتكون شامله للطبيعه اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه. نفس الشيء بيحصل في برشلونه زي ما قلت لحضراتكم، في اياكس، في كل الانديه العالميه. لو جيت بصيت على الجهاز هتلاقي واحد، يعني حتى الجهاز الفني لكارلو انشيلوتي في بايرن ميونخ جراديولا، غير مساعدينه الاسبان اللي هم شغالين معاه في كل مكان، كان جراديولا مع بايرن ميونخ عنده مساعدين المان من نادي بايرن ميونخ. وبتفرق مع طريقه اللاعب، السكند بول، الكره كلها كره ثانيه، وفي التحامات، الكلام ده كله في اسبانيا مختلف، والجو في اسبانيا مختلف. الامور دي مهما كان المدير الفني خبير ما بينقلهالوش الا ابن البلد. فدي من الحاجات اللي بتميز النادي الاهلي دائما وابدا على مدار التاريخ، وما يعيبوش ان هو يحط هذا البند مع اي تفاوض مع مدير فني اجنبي. واذا لم يتم الاتفاق مفيش مشكله، ما هو ده الاحتراف. مفيش مشكلة ان مدير فني يلغي الامر او يلغي التفاوض، وممكن النادي الاهلي نفسه هو اللي يلغي الامر ويلغي التفاوض، ومفيش اي مشكلة، وثانك يو وجود لك، وخلاص القصة انتهت. القصة انتهت، وبتحصل في كل حتة في العالم. يعني كارلو انشيلوتي اللي لسه ماسك فريق نابولي كان بيتفاوض مع الارسنال وقعد معاهم، وفي الاخر كارلو انشيلوتي يعني واحد من اعظم المدربين، واحد خد ثلاثة ولا أربعة تشامبيونز ليج مع أندية مختلفة، حاجة يعني سي في رهيب. قعد مع الناس بتوع الارسنال ولم يتم الاتفاق، وجابوا اوناي امري. هي دي كره القدم، هو ده الاحتراف. فمش عشان مدير فني لم يتم التعاقد معاه بتقوم الدنيا وبتقعد، ولا كانه هو جراديولا، ولا كانه هو ممكن يكون راجل خبير وراجل عنده حاجات جميله جدا، ولكن الامور في التفاوض لم تصل الى الامر الصواب. وعلى فكره النادي الاهلي ما عندوش نهائي افريقيا بكره. النادي الاهلي عنده فتره ان هو يدرس فيها اموره جيدا، وهو ده الحاجه اللي احنا او اللي احنا دايما بنوصلها لجمهور النادي الاهلي، ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب لما بيجي ياخد قرار لازم يدرسه جيدا. قرار التعاقد مع مدير فني يجب ان يكون الدراسه فيه جيدا لكل السبل. قلت لحضراتكم في الحلقات الماضيه موضوع فلسفه الكوره والطريقه انها لازم هتكون هجوميه ولازم تناسب طريقه النادي الاهلي والارقام اللي بيحققها النادي الاهلي، وايضا الطبائع، وايضا وجود الجهاز المعاون، وحد يكون من ولاد النادي، من ولاد البلد، عشان يديله هذه ينقله هذه الصوره. وشوفوا اسامه نبيه مع مستر هيكتور كوبر، شوفوا محمود فايز مع مستر هيكتور كوبر، بيديله اضافات كبيره جدا ما كانوش بيعطلوا. خلينا نخش في خبر الاهلي يحتفل بلقب الدوري يوم 8 يونيو. المدير التنفيذي سيد محمد مرجان صرح، قال ان النادي الاهلي تلقى خطابا رسميا من اتحاد الكره المصري يفيد بتنظيم اتحاد الاحتفاليه لتسليم درع الدوري للاحتفال بوصوله للنجمه الرابعه وتحقيق اللقب الأربعين. واوضح ان لجنه الكره برئاسه الكابتن محمود الخطيب ناقشت الامر في اجتماع امس الاربعاء، ووافقت على حضور الاحتفاليه يوم 8 يونيو المقبل، وهناك اتصالات تجري من مع مسؤول اتحاد الكره للوقوف على الترتيبات الخاصه بهذه الاحتفاليه. كنت افضل ان المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده النادي الاهلي كان يستلم الدرع في الملعب. كنت افضل ان الكابتن حسام البدري وجهازه الفني وهو في الملعب يستلم الدرع، ما مش لازم ماتش المصري، كان ممكن قبل كده يتم الترتيب وخلاص. ما دام ما حصلش ان انا
قدرت ان انا اعمل او اصمم تصميم جديد لدرع الدوري، ما كانش فيها مشكله ان النادي الاهلي يتسلم بهذا الدرع وسط الملعب وتبقى كده في حموتها زي ما بيقولوا، يعني انا لسه طالع من الملعب وكسبان فاخد الدرع واستلم والاحتفاليه بتاعتي كده في الملعب مع كل الجهاز الفني اللي اشتغل اللي هم اصحاب هذه البطوله، مع اللعيبه، مع مجلس الاداره، يكون كل عناصر منظومه الكوره في النادي الاهلي اللي حققت البطوله تكون موجوده تحتفل مع بعض، ولكن ان شاء الله تكون احتفاليه جميله باذن الله. والدوري الأربعين لقب كان كبير جدا وكان عظيم جدا، وموسم اللي فات كان من المواسم التي لن تنسى، ارقام قياسيه بالجمله، في اكبر عدد فوز، في اكبر عدد من الاهداف، اكبر عدد من النقاط، هداف الدوري، كل هذه الارقام ارقام صراحه جميله جدا. انت دلوقتي لما تيجي تتكلم عن ارقام الدوري المصري خش على النادي الاهلي الاول، هتلاقي كل الارقام اللي انت عايزها، الارقام القياسيه كلها، خش على النادي الاهلي الاول، وبعد كده ابقى اشوف بقى ايه بقيه الاخرين. وده عظمه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي اللي كلنا دايما بنحبها، وعشان كده النادي الاهلي دائما وابدا فوق الجميع. خبر اخر، و وذلك بنظام المظروفين فني ومالي لمنح التراخيص بإدارة وتشغيل فرع أكاديمية النادي الأهلي في دول الخليج العربي لثلاثة مواسم، تبدأ من 1/9 وتنتهي 2018 وتنتهي في 1/9 عام 2022. دي حاجة بتبقى مهمة جدا ويجب الإعلان عنها عشان الناس اللي بتحاول إنها تاخد اسم وبراند النادي الأهلي وتحطه في دول الخليج، ده بيبقى حاجه كبيره جدا، ده بيبقى بالنسبه لهم عيد. نادي الاهلي نادي القرن في افريقيا واكبر نادي في الوطن العربي، وجوده في اي مكان بتبقى كده احتفاليه، اسم النادي الاهلي ده اسم كبير، وانك تعمل توجه مجلس الاداره في براند اسم النادي الاهلي، وطبعا الناس اللي عايشه طبعا في دول الخليج وبتبقى عندها حنين الى الوطن لما بيجي لها كده حاجه بتديها قيمه النادي الاهلي او ريحه النادي الاهلي، طبعا بيبقى بالنسبه لهم حاجه عظيمه جدا. اتمنى التوفيق في المراحل المقبله. نروح للالعاب الاخرى، وسيدات اليد في النادي الاهلي الابطال بيبدا الاعداد للموسم الجديد في نهايه يونيو. صراحه سيدات اليد ما شاء الله عاملين موسم جميل جدا 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 وحصد لكل البطولات، على الرغم من ان بطوله افريقيا كانت النتائج فيها الى حد ما مفاجاه، ولكن هناك اسباب. اولا معدل الاعمار في فريق اليد للسيدات صغير للغايه. ثاني حاجه ان النادي الاهلي قعد سنين طويله لم يشارك في بطوله افريقيا. ف في دول تانية بقت فيها أو متصدرة ومتسيدة هذا الأمر. النادي الأهلي الآن في تفكيره الجديد وتوجهه الجديد إن مش بس يسيطر على كرة اليد النسائية في مصر، لكن يعود المتسيد على القارة الأفريقية. استقر الجهاز الفني لفريق كرة اليد بقيادة الكابتن ياسر صلاح على بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في نهاية شهر يونيو المقبل. ومن جانبه قال كابتن ياسر أنه هيعقد العديد من الجلسات مع الجهاز والمعاون نهاية الشهر الجاري من أجل وضع خريطة الإعداد للموسم الجديد وتحديد برنامج تجهيز الفريق الموسم المقبل. وبرضو أضاف أن سيدات النادي الأهلي قادرات على تكرار الثلاثية، وقال أن هو بيوجه الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي بتكليفه بمهام مدير الفني الموسم الجديد، وقال أن ثقة مجلس الإدارة وسام على صدورنا جميعا، ونتطلع لحصد الألقاب والحفاظ على ما تحقق. وكان الفريق حقق الثلاثية بفوز بكأس مصر ودور المنطقة وبطولة الدوري، وعايزين ومركزين ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده ان هم يكرروا نفس الانجاز، انجاز كبير، وان شاء الله كمان يحققوا حاجات مهمه جدا ويكون ادوارهم في بطوله افريقيا على اعلى مستوى. نكمل مع الالعاب الاخرى، ومريم متولي طائره الاهلي قادره على مواصله الانجازات الموسم المقبل.
لاعبه الفريق لكره الطايره قالت ان الفريق قادر على مواصله التتويجات بالبطولات الموسم المقبل، وهي قالت ان هي حصدوا الدوري وكاس مصر والبطولتين العربيه والافريقيه، ولدينا طموحات كبيره للاحتفاظ بالانجازات. ما شاء الله الالعاب الجماعيه في النادي الاهلي حاجه تفرح، يعني حاجه كده تشرح القلب وحاجه تفرح. فعلا ناس بتتعب، فعلا ناس بتجتهد، فعلا ناس بتطور من نفسها، فعلا الناس ديت شعار النادي الاهلي بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا، يعني مش بس عشان خدوا بطوله فيقول لك احنا حققنا نادي. واحلى حاجه في الدنيا المنظر بتاع الجمهور اللي حركته شايفينه ده بيحرك الحجر، فبيبقى بالنسبه لهم دعم كبير. ادي الصوره لما بتكبر كده شايفين حضراتكم الشعارات والاعلام، اعلام النادي الاهلي وطبعا والصيحات، وادي بقى نجمات الكره الطائره، حاجه جميله جدا. وقالت مريم متولي ان النادي الاهلي قدم موسم استثنائي وان شاء الله يكملوا على نفس المنوال في الموسم المقبل لحصد المزيد من البطولات باذن الله. ونروح للاخبار المحليه، خبر برضه هتوقف فيه مع حضراتكم قصيرا. الجزائري خير الدين مضوي مديرا فنيا للدرويش. مجلس اداره النادي الاسماعيلي مضوي، حاضر زملائنا في الاعداد قالوا خير الدين مضوي، فعارفين اللغه الجزائريه يعني بيبقى ليها طريقه معينه. مجلس اداره النادي الاسماعيلي تكليف الجزائري خير الدين مضوي بمنصب المدير الفني للدرويش، و كان هو عنده 41 سنة، مسيرته انطلقت عام 2008 ضمن صفوف وفاق ستيف كمدرب مساعد لكل من الفرنسيين كريستيان لانك وإبير فيلود. وأضاف الجزائري أنه ألان جيجر برضو اشتغل معاه حتى عام 2013، وفي نفس العام استلم فيه الإدارة الفنية للفريق وفاق ستيف، وابتدى مع وفاق ستيف أنه هو يتوج بالبطولات. وفي عام 2014 خد افضل مدرب في افريقيا من الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف في ليجوس، وفي نفس العام خد افضل مدرب في الجزائر، وفي 2017 تم تعيينه مديرا فنيا للنجم الساحلي خلفا للفرنسي ايبار فيلو. خلينا برضو نتكلم مع كامل الاحترام والتقدير، هو من الوارد انه يكون مدرب على اعلى مستوى ويكون حاجه جميله جدا، لكن النادي الاسماعيلي في الموسم الماضي اعتقد او قبل الماضي كان تعاقد مع مدير فني تونسي، ومع كل احترامنا وتقديرنا مصر بتصدر مدربين لكل العالم العربي صراحه، وابتدى يبقى عندنا مدربين بيشتغلوا في الدوري الانجليزي الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، وابتدى يبقى عندنا مدربين بيشتغلوا في دول اوروبا، وعندنا مدربين يحملون طبعا الجنسيتين، ودول الخليج بسم الله ما شاء الله كلها من المدربين المصريين. فهل النادي الاسماعيلي فيه احتياج لمدير فني عربي؟ اعتقد ان كان ده وجهه نظر الشخصيه، قد يكون في اراء اخرى، ولكن يعني ما شاء الله حتى النادي الاسماعيلي نفسه عنده اسماء على اعلى 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 مستوى قادره على قياده النادي الاسماعيلي. نتمنى التوفيق في المرحله المقبله، بس ده كان حاجه يعني احنا ما شاء الله السنه دي شفنا انديه جميله جدا زي مثلا الاسيوطي وكابتن علي ماهر وتجربته، شفنا قبل كده من قبل ايهاب جلال مع مصر المقاصه، شفنا في مدربين مصريين دلوقتي ابتدوا عندهم الفكر وابتدوا يتطلعوا على الجديد في كره القدم ويشتغلوا مع مديرين فنيين اجانب. ما هو دي من الحاجات اللي النادي الاهلي بيركز عليها، ان انا بجيب الراجل الخبير الاجنبي بشغل معاه ناس مصريين منه، هو ده دور من الادوار المهمه. انا جايب الخبير ليه؟ ما انت عندك شغل في الملعب، ولكن الناس اللي شغاله معاك بتتعلم منها، وكل المدربين المصريين بيتعلموا من الاجانب، ما فيش اي مشكله، ده بالعكس انت بتجيب خبير وكمان بتعمل كوادر عندك بتقدر انها تكمل معاك المسيره. وابرزهم يعني انتوا حضراتكم شفتوا كابتن حسام البدري فتره شغله مع المدربين الاجانب فرقت معاه قد ايه، والعديد والعديد مش بس كابتن حسام البدري، بس انا بدي لحضراتكم مثال من الامثله اللي نجحت نجاحات يعني ما شاء الله، يعني كل ارقام قياسيه ودوري وكاس ودوري ابطال افريقيا في 2012. عندنا كابتن محمد يوسف نفس الشيء، يعني عمل هذا الامر في 2013 ونجح في قياده النادي الاهلي اللي دوري ابطال، كل دول اشتغلوا مع مدربين اجانب وتعلموا منه، فدي من الحاجات المهمه جدا. فريق الاسيوطي بيطلب 15 مليون جنيه مقابل بيع مهند لاشين. مهند لاشين لاعب وسط فريق الاسيوطي قال ان مسؤولي ناديه ابلغوه بوجود
مفاوضات من جانب أندية الأهلي والزمالك لضمه في انتقالات الصيفية، وأعلن الأسيوطي طلب 15 مليون جنيه بجانب نسبة من إعادة البيع مرة أخرى، وأكمل رغبتي أبلغها رئيس الأسيوطي وقراري بلغتها لرئيس الأسيوطي وقراري معروف لدى إدارة الأسيوطي بالنسبة للنادي اللي أنا حابب إن أنا أنتقل إليه، وأتمنى التوفيق عن المنتخب المصري. والاختيارات طبعا مستر كوبر هي حق أصيل الجهاز الفني. موضوع ال 15 مليون جنيه لو حسبتوه بقى بالدولار هتعرفوا القيمة الرئيسية، لأن دلوقتي موضوع الدولار هو اللي فارق جدا جدا في أسعار اللعيبة اللي موجودة في الدوري المصري، لأن خلاص كل دول العالم بتتعامل بالدولار، فهو ده اللي بيفرق بشكل كبير جدا. هنطلع فاصل يا جماعة؟ طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، أخبارنا لسه كتير ومهمة، وأوعى تروح بعيد عشان نبقى لحد. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونروح لاخبار منتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني وصل الى الكويت بحمد الله، استعدادا للقاء الكويت غدا باذن الله الساعه 9 مساء، واحده من المباريات الوديه المهمه في اطار استعدادات مصر لكاس العالم روسيا 2018. تحدث كوبر في المؤتمر الصحفي عن القوام النهائي وانه هيستمر في اكتشاف باقي التفاصيل في المباراتين المقبلتين قبل خوض منافسات المونديال، وقال ان شريف اكرامي حارس مرمى موجود مثل باقي اللاعبين وتم ضمه للقائمه الحاليه، و قال أيضا عن ملف تجديد تعاقده، قال أن المفاوضات مستمرة ويأمل أن تنتهي هذه الفترة خلال هذه الفترة، وذلك ردا على أنباء اللي أكدت على استقرار اتحاد الكرة على تجديد عقده، وقال على الانتقادات اللي وجهها البعض لطريقة لعبه، مشيرا أنه قد يتفق مع بعض المنتقدين في جزء، ولكن هو تعامل مع الأمور بواقعية لأنه اختار الطريق الأنسب لتحقيق أهدافه، وده الصراحة صحيح، يعني الراجل وصل لكأس عالم يبقى هو صح. وشدد على أن الجميع سينظر للنتائج، وأضاف أن لديه مجموعة من اللاعبين الرائعين المقتنعين بما يفعله الجهاز الفني، وقال أنه هيحاول تغيير بعض الأشياء في المونديال. تحدث عن موقف علي جبر في ظل عدم مشاركته أساسيا مع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، موضحا أن اللاعبين المتواجدين مع الفراعنة بصورة أساسية، أضاف أنه شارك مع الفريق الثاني اللي هو الريزيرف لويست بروميتش. نفس الموقف سبق وتكرر مع رامي ربيع حينما كان يشارك مع ايضا فريق الريزيرف او الفريق الثاني لفريق سبورتنج لشبونه. احنا عشان نعرف تفاصيل اكثر لبعثه المنتخب في الكويت ينضم الينا ناقدنا الرياضي الكبير واستاذنا الاستاذ محمد الاوسي. مساء الخير يا فندم. اهلا يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. اهلا بيك. يعني عايزين نعرف من حضرتك اخر اخبار المنتخب بعد الوصول، ابتدي يتمرن. ترى مساء صباح اليوم، واول تمرين ابدا النهارده، يمكن لسه التمرين من اللحظات، تمرين يعني اللعبه كانت جايه مرهقه بعض الشيء، لكن عمل تمرين جيده وتمرين مميزه، لكن وطبعا اللعيبه كلها بحاله جيده، معنويات مرتفعه، اصرار، رغبه في تحقيق شيء طيب ان شاء الله في كاس العالم. يمكن الشيء المهم ان في شيء مؤتمرين لهيكتور كوبر كان النهارده الساعه 1 الظهر، ومؤتمر ثاني كان للمهندس هانا بريدا بعد الختام مباشره مع الوفد الاعلامي الكبير اللي مرافق للباس. كوبر اكد على عده نقاط، ان منتخب مصر منتخب كبير، منتخب ليه طموحات، ليه احلام كبيره جدا ان شاء الله، يعني هو طموحه يتخطى الدور الاول. اكد على ان طريقه لعبه هي دي اللي مقتنع بيها، يعني انا عارف ان المصريين في كتير جدا بينتقدوا طريقتي، لكن هو ده اسلوبي وهو ده طريقتي، وعندي لعيبه مميزه ولعيبه يعني مقتنعه بفكري، وانا بنفذ ده وهعمل ده. قد تكون هناك بعض التغييرات في المونديال، لكن في النهايه فكر اللي انا مقتنع بيها نفذه، لان هو اللي بحقق بيه نتائج. طيب استاذ محمد في هذا الامر، يعني هو هل كان في مثلا منزعج منفعل حاسس ان هو بيتكلم بثقه؟ يعني اديني اوصف لنا كده، كانت طبعا حضرتك كنت موجود وحاسس كده بانطباعاته،
دايما كوبر بيرد على هذا الرد بانزعاج، ان هو انا يا جماعه صح وبوصل الى كاس العالم، هل الكلام ده كان موجود النهارده؟ لا ما كانش موجود، يعني هو في حاله كبيره جدا من الهدوء، من الثقه، من الارتياح، في حاله كبيره جدا من الود والانسجام بينه وبين اللاعبين، بينه وبين مسؤول اتحاد الكوره، لان هو شاف نفسه داخل على العرس كروي في العالم، كروي في العالم. واللي نعم. كانت شخصيته وصوره شخصيه وهميه لشقيقته، يعني حتى ده رد عليه بهدوء جدا وما كانش في اي انفعال خالص، وما علقش، قال دي امور عاديه جدا وانا ما علقش على الحاجات دي خالص. يعني اتكلم على عقده وقال ان هو يعني في اتصالات بينه وبين اتحاد الكوره واوشكت على الانتهاء، وحال التمسك بحال التواصل الاتفاق هيتم الاعلان ده بهدوء، لكن هي ان هو بيحب مصر ومرتاح لمصر وموجود فيها. بالنسبه ل برضه اللي صرح قال ان هو هيجرب بعض الخطط امام منتخب الكويت، يعني هل تحدث في هذا الامر باستفاضه؟ بالفعل، يعني هو انا تخيلي انا او تخيلنا احنا كلنا ان المباريات الثلاثه القادمه بدايه من الكويت غدا ان شاء الله، ثم كولومبيا، ثم بلجيكا، متقدمين ان المباريات دي مرحله البلوره النهائيه لشكل منتخبنا ان شاء الله في المونديال على المونديال، لكن هو فاجئنا قال ان هو هيدرب لعدد كبير جدا من اللعيبه وهيدي الفرصه للعيبه وهيجرب بعض الخطط وبعض التكتيكات في اماكن معينه في الملعب علشان يوصل ان شاء الله قبل ماتش الاول بكاس العالم يوم 15 بشكل جيد وبشكل مميز قدام اوروجواي، لكن قال ان هو كل ده في مرحله التدريب وكل لاعب هياخد فرصته وكل لاعب هياخد حقه، بس طالب الجمهور المصري بالصبر الكبير عليه وتحمله، وان ما حدش يتدخل في شغله، يعطوه الفرصه ان هو يشتغل حتى يحقق النتائج المرجوه. الجمهور عامل بيحب يختار تشكيل، لكن انا لو انا سبت الجمهور يختار تشكيل والتشكيل ده خسر، حد هيرحمني؟ انا في النهايه اللي متحمل النتائج، وانا بطريقتي دي وبادائي دي وبلعبي ده انا محقق كل النتائج اللي انتوا عايزينها. حتى انا بوريده اتفق معاه في هذا الامر لما كنا في المؤتمر الثاني مع المهندس انا بوريده، واتكلم وسالناه نفس السؤال عن التجديد مع كوبر في الاستمرار مع منتخب مصر، قال ان كوبر مدرب عالمي، كوبر يعني عنده رغبه كبيره في استمرار في مصر، وهو عنده رغبه ان يزود مرتبه، مفيش مانع ممكن مرتبه يزيد لان ده مدرب عالمي، وقال ان هو واحد من اهم المدربين الموجودين في العالم واهم المدربين الموجودين في كاس العالم وقدر يحقق كل اهدافنا. يعني طيب استاذ محمد، هل حضرتك شايف ان غدا هيبقى فيه مثلا تغييرات في التشكيل، خاصه ان هذا اللقاء هيكون من غير محمد صلاح؟ المؤكد في غير محمد صلاح هيكون في تغييرات في تشكيل الاهلي، لكن كوبر لم يفصح عن اي فرص، لكن الفرص متاحه لكل شيء، يعني هو طبعا كنت اتمنى ان محمد صلاح يبقى موجود، وحتى لما سالناه عن محمد صلاح ونهائي دوري ابطال اوروبا قال لم اتحدث عن محمد صلاح الا انني اتمنى له التوفيق، يعني لكن بالنسبه للمنتخب هو يعني عنده استعداد اكيد هيعمل تغييرات حتى يعوض لاعب بحجم وقيمه محمد صلاح في الملعب. يعني هو برضه يعني في عدد كبير جدا من اللعيبه هياخد فرص كويسه. كوبر برضه عنده حظ عسر مع النهائيات، يعني خسر نهائي ده دوري ابطال اوروبا مرتين مع فريق فالنسيا، ف يعني عشان كده هو كان بيفضل ان هو ما يتكلمش وما ينصحش صلاح في النهائيات. يعني احنا مش عايزين ربنا يكرمه، يعني قصدك على صلاح يعني ولا هو يعني كان حد ساله استاذ محمد في هذا الامر وقال انا بلاش انصح محمد صلاح في النهائيات لان انا حظي عسر جدا في النهائيات، يعني عشان هو خسر مرتين مره امام اتمنى ان هو يوصلنا للنهائيات في كاس العالم، بس يبقى حظه عسر مش مشكله ناخد الثاني. هو خسر مره قدام ريال مدريد وخسر مره قدام بايرن ميونخ، فعشان كده يعني كان مش حابب ان هو يتكلم على موضوع النهائي وقال ان هو بيتمنى له التوفيق. طب بالنسبه استاذ محمد، حاله اللعيبه، هل حضرتك حسيت ان خلاص دخلنا في مرحله الجد؟ بيبقى باين على وش اللعيبه على فكره في السفريه او في المعسكر التوجه رايح فين. لا ما يعني في نوع من الثقه، في نوع من الهدوء، في نوع من الارتياح، حسيت الجو مرح بين اللعيبه، في نوع من التصافي، ما فيش اي مشكله خالص بالنسبه لهم، الامور عاديه جدا، يمكن الامر عادي يعني كمان لسه احنا يعني عندنا ماتش لسه قدامنا كتير، فالضغط عليهم ما جاتش قوي، فما فيش نوع من الخوف، وكله عنده اصرار انه يلعب في كاس العالم، دي فرصه جت بعد 28 سنه يا جماعه، يعني نعم. البعض يقول انا لا اضمن متى ستاتي، يعني ان شاء الله تاتي بعد 4 سنين ايضا لمصر. اللعيبه قلقه من ان هي لا تتاح لها الفرصه، فالكل يعني بيبذل اقصى ما عنده وبيعطي كل اللي عنده وكل اللي لديه علشان يكون ليه نصيب في التشكيله الاساسيه اللي موجوده في كاس العالم. ف
حرص شديد جدا فيه، كلام شديد جدا فيه، تركيز شديد جدا فيه، التزام كبير جدا من الجميع هنا موجودين في الفريق المعسكر. واعتقد ان هذا الالتزام سيستمر لانه لا مجال للاخطاء، لا مجال للتهاون، لا مجال لان انا يعني اقع في غلطه يمكن ان تبعدني عن ان انا اكون ضمن تشكيله المنتخب حتى لو كنت قاعد على الدكه. بالتاكيد استاذ محمد، بالنسبه للجانب الكويتي يعني هم شايفين اللقاء ازاي؟ بيتحدثوا عنه ازاي في وسائل الاعلام مع حضراتكم؟ المدير الفني كان له تصريحات مهمه، المدير الفني المنتخب الكويت، يعني شايفين الماتش ازاي يا فندم؟ لا طبعا اولا الماتش بالنسبه للماتش يعني ماتش عادي، ماتش عادي جدا، هو ماتش مهم لينا احنا على اعتبار ان الكويت بتمثل مدرسه خليجيه قريبه من المنتخب السعودي اللي احنا هنواجهه ان شاء الله في الجوله الاخيره من الدور الاول. فمهمه جدا بالنسبه لنا، لكن بالنسبه للمنتخب الكويتي، المنتخب الكويتي ليس يعني لديه اي ارتباط، ليس لديه اي شيء، انتهت كل ارتباطاته، كمان هو لسه راجع من حاله الايقاف اللي بس عارفين ان الكويت كان عليها ايقاف من الفيفا، النادي الاوروبي بتاعها كانت ممنوعه من المواجهات الدوليه، اخيرا انفك ده، ويمكن حتى مدربه مستردي راضي، ده خلاص اخر ماتش بيه وغالبا هيمشي او ربما يقعد الله اعلم، لكن الراجل اشد منتخب مصر، وقال منتخب مصر منتخب كبير، واحنا هنحاول نعمل مباراه كبيره جدا يعني تكون فيها فايده لينا احنا وفايده للمنتخب المصري، لان المنتخب المصري مش جاي يلعب الماتش ده عشان يهرج، جاي يلعب الماتش ده عشان يخرج بشكل معين وبنتائج معينه وباسلوب معين. بشكل عام في اهتمام على المستوى الرسمي، اتحاد الكوره الحقيقه، اتحاد الكوره الكبير هنا لازم مجهود كبير جدا ومهتم بشكل غير عادي بالمباراه بصوره كبيره جدا، وفي طبعا حفاوه كبيره جدا من الاشقاء هنا في الكويت من ساعه ما نزلنا، حتى احنا رد الاعلام وصلنا قبل المنتخب تقريبا ب 20 ساعه، كان في استقبال رسمي لوزاره الاعلام اللي جاي، استقبال رسمي للبعثه، استقبال لكل المصريين في قاعه دار الزوار، يعني حاجات كلها مريحه يعني. هم الصراحه يعني دايما معهودين يعني بان الاخوه الاشقاء في الوطن العربي في دول الخليج بيبقوا مهتمين يعني براحه المنتخب المصري لما بيذهب هناك. استاذ محمد، كوبر وكابتن اسامه نبيه والكل تحدث على ان مواجهه المنتخب الكويتي بتشبه الى حد كبير طريقه المنتخب السعودي، هل حضرتك شايف هذا الامر ايضا؟ طبعا ده مؤكد يعني، انا دايما يعني كنت بتمنى ان ده يحصل، الحمد لله ده حصل في اخر ثلاث جولات يعني، طبعا احنا يعني حصل عندنا عدد قليل جدا من المباريات، لكن لما تلعب الكويت القريبه من المدرسه السعوديه فده شيء عظيم جدا، لما تلعب كولومبيا من المدرسه اللاتينيه وقريبه من اوروجواي فهذا حاجه برضه عظيم جدا، لما تلعب بلجيكا اللي واحد من اقوى واهم المنتخبات في اوروبا ومن المنتخبات اللي مرشحه عن بعد للمنافسه على كاس العالم، وده عدد كبير جدا من الاعلام المواجهه، فده قريب من المنتخب الروسي لما كان معاه فيها ده كله، فده كان اختيارات الحقيقه اختيارات موفقه واختيارات محترمه جدا يعني، نتمنى لمنتخبنا التوفيق في مباريات الوديه، يقدم مباريات ترفع من المعنويات ان شاء الله يا رب، وان شاء الله تبقى لمنتخبنا حظوظ كبيره جدا في تخطي الدور الاول، لان ده املنا، انا شخصيا امل ان يعني من طموحاتنا ان احنا نتخطى الدور الاول، وده مش كبير جدا على منتخب مصر ان شاء الله يتحقق باذن الله في البطوله اللي باقي ايام وتنطلق باذن الله، والعالم كله بيترقبها وينتظرها يعني باذن الله. كان في نقطه كبيره جدا مهمه يعني، كانت حديث من كل هنا وحديث كوبر وحديث اللعيبه وحديث مايك انا بقول، وهي الصيام ومدى تاثير الصيام على اللعيبه سواء في المرحله الحاليه او مرحله المباريات، لان غالبا الماتش الاولاني يعني لغايه دلوقتي اللعيبه برضو في صيام. قررت النهائي الاتهام ان هم عندهم نقطه ان هم على سفر وحاجات لهذا القبيل، الحاجات اللي دايما بتتكرر وتعاد في كل المناسبات الرمضانيه عندما نكون في حتى المهندس انا بريده يعني اكد ان اللعيبه بتتاثر بشكل كبير جدا بسبب الصيام، لان طبعا الساعات الطويله في اليوم بعدم الاكل والمشرب بياثر عليهم، لكن في النهايه قال ان هو ده قرار اللعيبه، اللاعب اللي عايز يصوم حاجه ترجع له، وده حقيقي فعلا موضوع الصيام يا فندم يعني ده من الموضوعات المطروحه بقوه للنقاش في المنتخب، واللعيبه هي اللي هتحسمه، لان مفيش مدير فني بيقدر يجبر لعيب ان هو يفطر، يعني حتى صلاح في دوري نهائي دوري ابطال اوروبا هيبقى صايم في يعني طوال اليوم، والماتش هيبقى بعد الفطار، بس هو خلال اليوم هيبقى صايم، وحتى كلوب مش هيقدر يخليه يفطر يعني. اعتقد ذلك يعني، ربنا يوفقهم جميعا يعني، يوفق صلاح باذن الله يوم السبت باذن الله، ويكسب ان شاء الله دوري ابطال اوروبا تبقى حاجه عظيمه ليه، ويوفق منتخبنا. استاذ محمد، هم هيطلعوا على ايطاليا بعد اللقاء، هيبقى في سفر لايطاليا مباشره؟
بعد اللقاء يطلعوا على طول على ايطاليا ويدخلوا هناك في المعسكر حتى ماتش كولومبيا يوم الاول من يونيو ان شاء الله. لان المسافه قليله 4 أو 5 ايام، انت عارف انت يوم السبت المفروض السفر 26. نعم. مش معقول حاجه الطياره ويروحوا تاني، فغالبا هيطلعوا هناك على طول يعني. ودي تبقى بالنسبه لهم حتى افضل في عدد ساعات الراحه، تبقى اريح بالنسبه لهم. بالظبط. أستاذنا الكبير وناقدنا الرياضي الكبير أستاذ محمد القوصي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نقل لنا أخبار وكواليس المنتخب ورحلته في الكويت، رحلة مهمة ومباراة مهمة للغاية، لأن كرة القدم زي ما أستاذ محمد تحدث وقال نقطة مهمة جدا، أنها بتبقى مدارس، فلسفة، طرق، ستايل، التكنيك. اللعيب الخليجي بيبقى قريب من بعضه جدا، الكويت والسعودية بالذات معهم الإمارات بيبقوا قريبين جدا 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 في الطبائع لطريقة كرة القدم وستايل اللعيبة والتفكير في كل هذا الأمور، فبيبقى الأمر بالنسبة لك مفيد لأنك بتلاعب حد بيلعب هيلعب بنفس أسلوب المنافس بتاعك، فالتكتيك بتاعك يبتدي تجربه ويصل إلى الأمر أن أنت تفهم كل هذه الأمور، لأن الموضوع مش مجرد أنك بتشوف فيديو فقط، بيبقى فيه أيضا تحتاج أن أنت يبقى فيه احتكاك ما بينه اللمدي. جاهز لخوض مباراته مع نظيره منتخب مصر، وقال ان بيعلم رادي يعلم كل صغيره وكبيره على المنتخب المصري، وشاف ماتش البرتغال وشاف ماتش اليونان، وخلاص ما منتخب مصر دلوقتي يعني الكل بيبقى عارف، يعني خلال متابعتك بقى ليه امام غانا وامام نيجيريا وامام اوغندا، ودلوقتي بقى الماتشات الوديه كل حاجه بقت باينه، وطبعا نجومنا الكبار سواء صلاح والنني وتريزيجيه وكل هؤلاء خلاص نجوم عالميين، فالكل يعلم كل صغيره وكبيره بالنسبه لهم. وقال انه المنتخب الكويتي اول منتخب عربي في اسيا تاهل نهائي كاس العالم باسبانيا 82، دي اللي كسبت فيها ايطاليا وباولو روسي الشهير، وفوزه بكاس الامم الاسيويه عام 1980 فضلا عن فوزه ب10 القاب في بطولات الخليج. دي حاجه من الحاجات المهمه اللي برضه في خبر مهم جدا، ان بوابات استاد جابر الاحمد الدولي اللي هيستضيف وديه منتخب مصر هيتم فتحها من 7 مساء غد تمهيدا لدخول الجمهور اللي هيتابع المباراه من الملعب. تم الاتفاق على ذلك في الاجتماع التنسيق المباراه في حضور عدد من رؤساء اللجان العامله في الاتحاد الكويتي وممثلين عن الهيئه العامه للرياضه، ده في الكويت، وشركه بريزنتيشن المصريه اللي بتنظم هذا اللقاء. ودي من الحاجات عشان تبقى في تيسير للجمهور، لان اكيد هيبقى في عدد مصري يعني كبير جدا 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 لمؤازره المنتخب المصري في هذا اللقاء. ده كان خبرنا، هنطلع فاصل ونرجع بقى نتكلم مع حضراتكم عن نهائي فاينل تشامبيونز ليج، اقوى لقاء في العالم للانديه، لقاء الحلم لكل الانديه، نهائي دوري ابطال اوروبا. نطلع فاصل ونرجع ونكمل كلامنا وأخبارنا، عندنا كلام مهم جدا عن الشامبيونز.